الاهلي في كاس السوبر، في مباراه السوبر مع اتحاد العاصمه. وانا ليه بقول لكم ده؟ لانه دي شهاده حق من عبد الحق، شهاده الحق من عبد الحق بن شيحه او بن شيخه، رئيس المدير الفني لاتحاد العاصمه. الراجل الحقيقه بقول له انت خدت البطوله من الاهلي، فقال شهاده حق عن الاهلي تبين فعلا انت قيمتك ازاي عند المنافسين. هنشوف بس عبد الحق بن شيخه وبعد كده نسال المهندس عدلي. لعبت مباراة كبيرة جدا مع النادي الاهلي في كأس السوبر الافريقي، والوقت كان الترشيحات معظمها رايحة للنادي الاهلي كونه حقق بطولة دوري ابطال افريقيا كثير من الانجازات الموسم الماضي. كيف تعاملت مع النادي الاهلي في هذه المواجهة، وكيف استطعت الفوز بهذه البطولة امام النادي الاهلي؟ اولا شوف خويا، لعبنا فريق كفريق كبير، لعبنا فريق عالمي بدون يعني غرور او بدون واحد يقرا بين الخطوط. انا دغري هكذا كما تقولوا انتم، انا نتكلم اللي عندي في قلبي نقولوا. نظن ان الفريق الاهلي المصري كل لعبنا 10 مرات ممكن ننهزموا 9 وتبقى لنا واحده. اذا عندنا حظ نص حظ لعبناه في هذيك المباراه. انا نظن هما يعني ما كانوش محضرين، لا بالعكس كانوا حاضرين، لكن كانوا شويه مستهزليننا، يعني جايين للمباراه وكانهم رابحينها قبل اللعبه. انا نظن هذا هي تفكيري. لكن كانت مباراه تكتيكيه كبيره. اذا تشوف محمد هاني او تشوف معلول كم من اوفر عملوا ما تلقاش الحساب. اذا تشوف عاشور امام قداش من كره مسها ما تلقاش الحساب. اذا تشوف الشحات، اذا تشوف كهرباء، اذا تشوف سليم، هذو كلهم كانت عندنا بطبيعه الحال الانسان يشوف القوه تاع الفريق اللي راح يلعب ضده. وبالنسبه للقوه تاع الفريق اللي راح نلعب ضده نحسن القوه تاعي انا في اللعب ديالي ونغلق مفاتيح تاع الخصم. ممكن ربي فخر نجحنا مره ممكن، لكن هذيك المره فيها سوبر كوب، فيها كاس سوبر، ماشي ما نربحوهاش ما نلعبوهاش كل سنه عكس فريق الاهلي المصري. اولا لازم نعرف قيمه هذا الكلام، ما تقالش في اطار ما يعرف بالحرب النفسيه او التكتيك النفسي قبل المباراه، ده اتقال بعد ما كسب. كان يقدر يقول لك درسناهم دراسه جيده واستطعنا ومش عارف ايه، ده الكلام اللي بيتقال هنا لما اي فرقه تتعادل مع فرقه كبيره مش تكسبها حتى. واللعيبه كانوا رجاله والكلام ده، لا الراجل اتكلم قال لك لو لعبتهم 10 مرات يكسبوا 9 واكسب المره دي. المره دي كسبتها لان انا اشتغلت بشكل تكتيكي ان انا اقفل على المفاتيح، وهم ما كانوش يعني شايفين ان الماتش صعب علينا عليهم يعني. واثقين. فكان وهو انا دايما اقول لك عدوك انت. يعني دايما الخوف على الاهلي من الاهلي. يعني اذا كان الاهلي يستطيع ان يقدم مستواه وان يقدم رؤيته وان يقدم جماعيته ويقدم التزامه قدام اي منافس 85% يكسب. وبعدين تسيب ال 15% للعناصر الاخرى وتوفيق. احترم النادي الاهلي وما زال يحترمه وقال لهم لا، هو احنا كسبنا المره دي السوبر، طب الاهلي شوفوا كم كسب كم مره وهيكسب كم مره. مش هتجيلي كتير ان انا ارفع السوبر. مدرب راقي واقعي، ولكن الحقيقه هو يحترم الاهلي قبل وبعد تحقيق الانتصارات ويعطيه حقه، ولازم الناس تشوف الاهلي كده. وانا بقول لك دائما بطولات الماتش الواحد هي بتحتمل مثل هذه النتائج. ده كلام مهم جدا يا جماعه، حبينا نعرضه في التوقيت ان انت بتستأنف مرحلة جديدة مع الفريق وبتبدأ بطولة جديدة من خلال دور المجموعات مع مدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا. لما تخسر لقب السوبر الأفريقي لازم أن تعرف المنافس بتاعك اللي كسب ليه. هو عنده احترام شديد جدا للأهلي، عدد مفاتيح خطورة الأهلي الكتيرة، قال لك أنا همسك مين ولا مين ولا أواجه مين ولا مين. بس في النهاية زي ما المهندس عدلي أشار،
اخطر حاجه على الاهلي هو الاهلي نفسه. انت المنافس القوي ليك، لانك لو احتفظت بشخصيتك وقوتك وتركيزك واصرارك وروحك، لا بنسبه تزيد عن 85% هتتفوق. الفوز والهزيمه دي بتاعت ربنا حسب ظروف الجيم، لكن انت حتى مع ريال مدريد وانت محتفظ بشخصيتك كنت ند وقوي ومحترم في الملعب. اخطاء فرديه دفعتنا لخطا معين خلاص، لكن لما تلعب مباراه السوبر وانت بطل دوري الابطال وعندك احساس بالتفوق، انت بطل دوري الابطال، انت اللي موجود في الفاينلز السنوات الاخيره باستمرار، انت الضيف الدائم على كاس العالم للانديه، وبتلعب مع بطل الكونفدراليه، قال لك الاهلي ما تحضرش كويس للمباراه ديت، وده اللي انا استغليته كاتحاد العاصمه، وقال لك جات لي فرصه ان انا ارفع كاس مش كتير هتجيني فرصه تاني، بينما الاهلي بتجيله كل بس سنه. بس يا استاذ ابراهيم، كلمه الاهلي ما تحضرش كويس احنا قلناها، قلنا سببها ايوه مش بس الاستهانه بالخصم، انك ما جيتش من خلال مسابقه، انت بديت الموسم بيها فما كنتش في احسن حالاتك يعني. ده حتى ده كان يراعى برضو، ان انت ايه تمهد له، لان انت فجاه فعلا مع نهايه فتره الاعداد دخلت في مباراه قويه، لكن هي الماتش الودي يعني يعني فكانت تحتاج. في كل الاحوال هو درس، وزي ما ثقافه الاهلي لما بتخسر لقب تبقى عارف انت كسبت ليه، ولما تخسر لقب لازم تعرف انت خسرته ليه، لان فعلا دي ما بتتكررش كتير. الاهلي وتحدث عن الاهلي هنا مش الاداره العليا، اداره الفريق واللاعبين اذا اخذوا بالاسباب ونفذوا المطلوب وعناصر تفوقهم وهم عارفينها الجماعيه والالتزام والاهتمام والتركيز الجديه من اول دقيقه لاخرها تستطيع حتى ان تتحمل بعض الاخطاء التحكيميه. ايوه.